بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. كثرت الأسئلة من كثير من الإخوة الفضلاء الذين لا أزكيهم على الله عز وجل، وهم أهل عبادة وتقى وعافية إن شاء الله، ولا نزكي الله أحدا، من أنهم يعانون من كثير من بعض الأئمة أنهم في الركعة الثالثة والرابعة في الرباعية والركعة الثالثة في المغرب أنهم يسرعون فلا يمكنون المصلين من قراءة الفاتحة، وهم إخوة يعني لا وسواس عندهم ولا شيء، اللهم لك الحمد. فنقول يعني يا إخواني، نذكر بحديث أبي داود وهو حديث صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصته. وعلى ذلك ينبغي للأئمة أن يتقوا الله عز وجل، كما أنهم حفظهم الله على الطاعة يحبرون القرآن في الصلاة الجهرية ويتوقفون عند رؤوس الآية، وأنهم يحسنون إتقان إخراج الحروف والصفات وإتمام الحركات. فنقول من باب أولى أنهم يفعلون ذلك في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما من حديث أبي سعيد الخدري وغيره قالوا: كان النبي في الركعتين الأخريين على النصف من الركعتين الأوليين، فدل أنه كان يقرأ فاتحة ويقرأ معها سورة أو ما تيسر من القرآن، كما نقل ذلك وبينه أهل العلم رحمهم الله، حتى كان يقولون كان يقرأ فيه الأوليين بثلاثين آية وفي الأخرين بقرابة 15 آية، فقالوا هذا دلالة على الفاتحة وزيادة. فنقول للأئمة حفظهم الله على الطاعة أن يتقوا الله عز وجل في صلاتهم أولا، وفي الأمانة التي أناطهم الله عز وجل بها وكرمهم بها فجعلهم يتصدرون الناس في المحاريب، وأيضا عليهم أن يرتلوا القرآن كما فعلوا في الركعتين الأوليين. فتجد بعضهم حقيقة يجمل صوته، و بينما يأتي في ركعتين أخرين فإنه يعني تكاد بالكاد تأتي وراءها وبالفاتحة. وهذه شكوى سمعتها كثيرا، فأقدم نصحي لهم بتقوى الله عز وجل والترسل في القراءة والترتيل كما كانوا يفعلون في الركعات الأول من الصلوات، كانت سرية أو جهرية. النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر كان يطيلها حتى يجيء الجاي من أطراف المدينة فيدرك معه الركعة الأولى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصلى عمر بن عبد العزيز يوما فقال أنس: لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والتقى بن باز بن عثيمين والألباني رحمة الله على الجميع، فقال فكان إذا جاء سؤال العقيدة جاب على الشيخ بن باز، وإذا كان في الفقه جاب على الشيخ بن عثيمين، وإذا كان في الحديث جاب على الشيخ الألباني. فلما قامت الصلاة وكانوا في منى فقال قالوا: نحن في القرآن سواء، فصلي بنا يا أبا عبد الرحمن الشيخ الألباني. فقال: أصلي بكم صلاة رسول الله أم أخفف؟ قال: بل صلي بنا صلاة رسول الله وعلمنا الصلاة. ولذلك أنصح جميع الأئمة بقراءة كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للألباني، فإن فيه من الفوائد الدرر الغرر ما ينتفع المسلم به. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأدعو لكم بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، وصلى على محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.